للمزيد من التفاصيل حول مهرجان العالمين ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في أجواء المهرجان ونسب الحضور المتوقعة في الساعات القادمة. أهلا بك هبة وبكل السادة المشاهدين، تحية لكم من المدينة الساحرة والمدينة الجميلة من مدينة العالمين الجديدة. نتابع معكم يعني توافد الزائرين على مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى. دعونا بداية نتحدث عن النتائج المبهجة والمفرحة لليوم الأول الذي انتهى مساء أمس ببطولة التكبول في ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، والتي لاقت استحسانا وترحيبا من الجمهور بهذه الفكرة وبهذه اللعبة أيضا وبالأجواء الموجودة في مدينة العالمين. ونحن نشهد أجواء من الطقس الجميلة وأيضا وسط الشواطئ الجميلة، وتميز مدينة العالمين الجديدة بوجودها على شاطئ البحر المتوسط. انتهى اليوم الأول بفعاليات ناجحة وبحضور متميز من الجماهير التي أقبلت على متابعة هذه اللعبة ومتابعة أيضا أبطال العالم في هذه اللعبة الذين تواجدوا بالأمس. نتحدث عن ناتالي وعن مايا وعن بعض النجوم أيضا وبعض اللاعبين الذين تواجدوا في هذه اللعبة. واختتم اليوم بمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك وسط أجواء مبهجة في مدينة العالمين الجديدة. لكن إذا تحدثنا عن فعاليات اليوم فيعني سأبدأ بسؤالك هبة عن نسب التوقع أو الحضور خلال الساعات القادمة. اليوم تحديدا نتوقع أن يكون عدد الحضور كبير جدا في الساحة أو في المنطقة والشاطئ الذي سيستضيف الفعاليات اليوم الثاني من مهرجان العالمين الجديدة. لماذا؟ لأن اليوم هو يوم هام، لأن الفعاليات ستشهد أولا استكمال بطولة التكبول ببعض المباريات التي ستلعب اليوم، لكن بعد هذه المباريات وتحديدا في تمام الساعة السادسة أو السابعة من مساء اليوم سيكون انطلاق الفعالية الأهم، وهو تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية القدامى الذين بدأوا في التوافد الآن على يعني مقر الإقامة للاستعداد إلى الانطلاق والتجهيز لانطلاق هذه الفاعلية. نتحدث عن نجوم مثل كابتن حسام غالي، كابتن خالد بيبو، كابتن عصام الحضري، كابتن وائل رياض. كل هؤلاء النجوم بدأوا يتوافدوا للاستعداد والمشاركة. سيكون هناك أربع فرق موجودين في هذه اللعبة، وكل نجم من هؤلاء النجوم أو هؤلاء اللاعبين سيكونون في كل فريق، وسيتم على هذا الشاطئ أن تتم مباريات كرة القدم الشاطئية بوجود كل هؤلاء النجوم. وفي الحقيقة عندما يعني تحدثنا مع بعضهم منذ قليل هناك حماس كبير جدا وأيضا يعني ترحيب بهذه الفكرة أن يكون هناك مهرجان للعالمين في مدينة العالمين الجديدة، وأن يتم استغلال كل هذه المناظر الجميلة ويتم استقبال الزائرين، والجميع مرحب بهذه الفكرة، خاصة فكرة أو فعالية الجيل الذهبي الذي سيعني نعم. محمود، دعني أسألك عن كيفية وصول الفن الكروي، كيفية وصول لمن يريد الاستمتاع بشاطئ المتوسط والعالمين الجديدة، كيفية الوصول لفعاليات مقررة داخل المهرجان من يريدون أن يرتادوا هذه الفعاليات، كيفية معرفتهم، طريقة نعم المعرفة طريقة الوصول بالأحداث والفعاليات يعني المقررة. نعم نعم، طريقة الوصول هبة لهذه الفعاليات سهلة للغاية، يعني بمجرد الدخول إلى موقع تذكرتي وهي المسؤولة أو إحدى الشركات المسؤولة عن تنظيم هذه الفعاليات أو هذا المهرجان، وأيضا مسؤولة عن حجز التذاكر الخاصة بهذه الفعاليات. فبمجرد الدخول إلى موقع تذكرتي يستطيع أي شخص يريد أن يصل إلى هذه الفعاليات وحضورها أن يتم الحجز من خلال موقع تذكرتي. وبالمناسبة الأسعار يعني مناسبة جدا بالنسبة لهذه الفعاليات، خاصة فعاليات هذا الأسبوع. نتحدث عن اليوم
اليوم هو اليوم الثاني وغدا سيكون اليوم الثالث. وأيضا هناك يعني حالة تنظيم رائعة من المنظمين في دخول المواطنين وفي دخول الجمهور إلى مثل هذه الفعاليات. وهنا أيضا يتمتع هذا الشاطئ الذي يوجد به هذه الفعاليات بوجوده أو يتوسط يعني أبراج العالمين أو مدينة العالمين، تعلمون أنها تحتوي على 15 برجا بالإضافة إلى شاطئ البحر المتوسط. فيعني نريد أن نطمئن الجمهور بأن من سيأتي إلى هذه الفعاليات سيتمتع بعدد كبير من المظاهر الترفيهية الجميلة، سيرى مدينة العالمين الجميلة، وأيضا سيلتقي أيضا مع النجوم من يريد أن يلتقي مع هؤلاء النجوم، نجوم كرة القدم المصرية اليوم، ويلتقط الصور، يتم أيضا الحديث معهم. فبالتالي ستكون فرصة قوية وفرصة ترفيهية لكل من يتواجد على أرض العالمين. وبالمناسبة يعني بخلاف عدد الزائرين الذي سيصل إلى مليون زائر ومتوقع أن يصل إلى مليون زائر خلال هذا المهرجان، هناك حركة سياحية كبيرة جدا في مدينة العالمين، رأيناها من خلال التواجد الكبير في شوارع العالمين، في الممشى السياحي، في أيضا الفنادق الموجودة في مدينة العالمين. مدينة العالمين تحتوي على عدد كبير من الفنادق الجميلة التي يعني تجذب عدد كبير من الزائرين أيضا، سواء من مصر أو حتى من الجنسيات العربية والعالمية الأخرى. فنتوقع اليوم أن يكون يوم هام مليء بالفعاليات الترفيهية الجميلة التي تستقبل كل زوار وعلى مدار 45 يوم. إذن هو بالتأكيد سنتابع معكم عرس جديد على العالمين الجديدة أو على أرض العالمين الجديدة. أشكرك جزيل الشكر على هذه الصورة محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية.